بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76 بعد 100. لكنه حضر زواجه المأذون الشرعي وشاهدان من زملائه. وآخر أسئلة هذه الحلقة من سائل يقول إنه يأخذ أجرة من أهله على إيصالهم للسوق بطيب نفس منهم، فهل ما يأخذه حلال أم حرام؟ فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أول أسئلة هذه الحلقة من أحد المستمعين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، فما معنى البردين؟ وهل صلاتهما تكفي عن صلاة غيرهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر، كما قال تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وخص هاتين الصلاتين لفضلهما، لأنهما الصلاتان اللتان يجتمع فيهما الملائكة الحضرة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يحضرون ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فلذلك كانت أفضل الصلوات. ولا يجزئ الاقتصار عليهما عن بقية الصلوات، وإنما نص عليهما لفضلهما فقط، وإلا فإنه يجب أداء الصلوات الخمس كلها، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فلا يجوز الاقتصار على صلاة الفجر وصلاة العصر، وإنما النص عليهما دون غيرهما لتأكد فضلهما، ولأن المحافظة عليهما تعين على المحافظة على بقية الصلوات. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد المستمعين ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها: ما أركان خطبة الجمعة؟ أركانها كما ذكر أهل العلم: الحمد لله والشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية فأكثر من القرآن، والوصية بما يحرك القلوب. أحسن الله إليكم. في سؤاله الآخر يقول: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة أذانه الأول بعد الزوال، هل على النساء أن ينتظرن حتى الأذان الثاني ثم يصلين، أم ماذا عليهن؟ إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فمن صلى بعد زوال الشمس فقد أدى الصلاة في وقتها، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، المهم زوال الشمس. إذا حصل دخل وقت الظهر، حينئذ من صلى بعد زوال الشمس فقد أدى الصلاة في وقت، ومن صلى قبل زوال الشمس فإنها لا تجزي لأنه صلىها قبل الوقت. فالنساء إذا زالت الشمس يصلين الظهر، سواء صلى الرجال الجمعة أو لم يصلوا. وإذا لم يعلمن بزوال الشمس فإنه يكفيهن الأذان، لأن الأذان علامة على زوال الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت البسملة آية مستقلة عن الفاتحة، فكيف تكون الفاتحة السبع المثاني؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم، الفاتحة سبع آيات بإجماع أهل العلم، فالذين يرون إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست منها يقولون: الآية الثالثة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي السابعة. والذين يرون أن البسملة من الفاتحة يجعلون هذا آية واحدة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعلون
فيجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة إلى ست آيات فيكون المجموع سبع آيات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا عطس المصلي في الصلاة هل يحمد الله وهل يشمت؟ يحمد الله في قلبه، يحمد الله في قلبه، ولكنه لا يشمت إذا كان في الصلاة، وإنما يشمت خارج الصلاة. نعم. إذا توضأ الشخص ثم بعد صلاته وجد شيئا يمنع وصول الماء على بشرته ماذا عليه؟ إن كان لم يمضي وقت طويل والأعضاء لا تزال رطبة فإنه يزيل هذا المانع ويغسل ما تحته ويكفيه لأن الموالاة لم تفت. أما إذا كان مضى وقت طويل ويبست الأعضاء فإنه يزيل هذا المانع ويعيد الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم. والموالاة لم تفت أيا كان العضو؟ نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صلى رجل إماما مع مجموعة في البيت الحرام وكان الرجال والنساء يسيرون بين الإمام وسترته فماذا عليه؟ لا حرج عليهم لأن المسجد الحرام يزدحم به الناس ولا يمكن منع الناس من المرور فيجوز أن يمروا ولا يؤثر ذلك على صلاة المصلي لا الإمام ولا غيره. الحمد لله. لرفع الحرج عن هذه الأمة. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتي يقول هل يجوز أكل لحم الطيور إذا كان الذي ذبحها لا يصلي؟ لا يجوز أكل لحم الطيور ولا أكل لحم غيرها إذا كان الذابح غير مسلم وغير كتابي وتارك الصلاة مرتد عن دين الإسلام فهو ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب فهو مرتد كافر. لا يجوز أكل اللحم الذي ذكاه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أختكم في الله حاء ميم خاء من الوشم كما رمزت اسمها تقول في أول أسئلتها فتاة في الامتحانات تذاكر وأتاها وقت صلاة العشاء لكنها لم تصلي وبقيت تذاكر وهي تعلم بخروج الوقت حتى أتت الساعة الثانية من آخر الليل وبعدما انتهت من المذاكرة قبيل الفجر صلت العشاء فما الحكم وبماذا توجهوننا فهي نادمة جدا على ذلك؟ هذه أخطأت خطأ كبيرا لأنها أخرجت الصلاة عن وقتها المختار غير عذر ووقت العشاء المختار إلى منتصف الليل وما بعده وقت ضرورة فهي أخرت إلى وقت الضرورة من غير عذر تأتم بذلك صلاتها صحيحة لكن مع الإثم فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول ورد في الحديث من صلى في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. سؤالي متى تكون صلاة هاتين الركعتين أي كم دقيقة بينها وبين شروق الشمس؟ إذا ارتفعت الشمس عن الأفق قد الرمح جازت صلاة النافلة ومنها صلاة الركعتين لمن جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر إذا ارتفعت الشمس صلى الركعتين وحصل المقصود إن شاء الله. يعني يمكن ترتفع هذا القدر يا شيخ بعد الشروق بربع ساعة مثلا؟ يعني الشروق يكون ربع ساعة كثير كثير؟ نعم. بعد شروقها على الأفق؟ نعم ربع ساعة كثير 10 دقائق أو أقل. نعم. المهم أنها ترى مرتفعها عن الأفق بقدر الرمح. يعني يبدو أن هذه سائلة يعني تقول كم دقيقة لأن قد لا تراها ما يحدد بدقيقة تحدد برؤية الشمس مرتفعة ما إذا كانت ما ترى الشمس فإنها لا تدري. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هل عندما يدخل الأب وابنه الجنة يكون الأب مع الابن في الدرجة نفسها ولو أن الأب مثلا أقل منه الأعمال الصالحة أو العكس وعلى ذلك يكون من رحمة الله بهما؟ ورد في القرآن قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريته فإذا كان الأب أعلى مرتبة من الولد فإن الله جل وعلا يتفضل على الوالد ويكرمه بأن يلحق به ولده في المرتبة يتقرى به عينه. نعم. وإن كان العكس؟ العكس لا أعلم ما أدري. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ ما حكم الاستهزاء والسخرية من الكفار؟ الاستهزاء والسخرية لا تجوز من أحد ولكن من بغض الكفار والإنكار عليهم هذا أمر واجب. أما الاستهزاء والسخرية فإنهما لا يأتي يعني بشيء وليس من خلق المسلم يستهزئ بالناس أو يسخر من الناس ولكن الكافر يجب بغضه ومعاداته وتجب دعوته إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يهديه بالطرق التي هي أحسن والسخرية والاستهزاء ليست من طريق الدعوة وليست سببا للهداية وإنما يكونان سببا للمكابرة والعناد. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول ما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم
وسلم لعن الله من مثل بالحيوان، وهل ثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام؟ الذي ورد لعن من جعل الحيوان ما فيه روح غرضا، لعن جعل ما فيه روح غرضا يعني هدفا للرماية، وهو حي يصبر الحيوان أو الطير في مكان لأجل أن يتعلم الناس الرماية عليه ويجعل هدفا للرماية، لأن في ذلك تعذيبا للحيوان، فمن فعل ذلك فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل صلى مأموما وراء الإمام وبعد أن حضر الركعة الأخيرة فقط، وعندما سلم الإمام قام المأموم ليكمل صلاته من الركعات التي فاتته، وفي أثناء قيامه للركعة الثانية دخلت جماعة المسجد ووقفوا من وراء ذلك المصلي واتخذوه لهم إماما وصلوا من خلفه مع أنه كان مأموما من قبل، فهل صلاتهم صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صلاتهم صحيحة إذا كان شعر بهم أنهم خلفه وصلى على أنه إمام بهم صحت صلاتهم، ولكن الأولى أنهم يصلون جماعة بأنفسهم ويتركون هذا الذي يقضي ما فاته من الصلاة، وهو الأفضل له أن ينوي ما هو فيه نافلة، أن ينوي ما هو فيه نافلة ويكملها ويدخل معهم، هذا إذا كان أدرك مع الإمام الأول أقل من ركعة. أما إذا كان أدرك مع الإمام الأول ركعة فأكثر فإنه أدرك الجماعة فيستمر ويكمل صلاته، وهم يصلون جماعة في أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن الوجه تقول في سؤالها الأول: ما كفارة الحلف وإذا كان إطعام مسكين، فكم تقديره في الكيلوات؟ كفارة الحلف كما ذكر الله سبحانه وتعالى 4 خصال: 3 مخيرة والرابعة مرتبة. 3 المخيرة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأمور 3، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، فالثلاثة الأيام لا تجزي إلا بعد عدم المقدرة على الإطعام أو الكسوة أو المحتفى. وما يعطى كل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، نصف صاع يعني 1.5 كيلو من الطعام، فيكون نصيب العشرة 15 كيلو، يقسمها على 10 أشخاص وكل واحد منهم 1.5 كيلو. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم البلغم المستمر في رمضان؟ هل يجب إخراجه؟ وهل فيه قضاء إذا لم أستطع إخراجه لظروف؟ البلغم إذا كان وصل إلى الفم يجب إخراجه ولا يجوز ابتلاعه، فإن تعمد ابتلاعه بعدما وصل إلى الفم فإنه يفطره لأنه ابتلعه متعمد. أما إذا كان لم يخرج إلى الفم فإنما هو في الحلق فقط فإنه لا يجب إخراجه ولا ينقض الصوم ما دام أنه لم يصل إلى الفم. نعم. بعض الصوام شيخ يتكلف في سحبه وإخراجه، ما هو لزوم، لا يكلف نفسه، إن وصل إلى فمه وجب عليه كفله. نعم. وإن لم يصل إلى فمه فإنه لا يكلف إخراجه. نعم. إن شاء أخرجه وإن شاء ترك. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: دلوني على الأسباب التي تقوي الإيمان أثابكم الله. الأسباب التي تقوي الإيمان كثيرة، أهمها الطاعات، فإن الطاعة تزيد في الإيمان والمعصية تنقص الإيمان، فيكثر من الطاعات ويترك المحرمات. ومما يزيد الإيمان ذكر الله عز وجل، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومما يزيد في الإيمان استماع القرآن، قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما يقوي الإيمان تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى لأن يقرأه بتدبر وإحضار قلب عند التلاوة. ومما يزيد في الإيمان التأمل في آيات الكون والمخلوقات، إذا تأملها الإنسان ونظر فيها فإنه يستدل بها على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وبديع حكمته وصنعته، فيزيده ذلك إيمانا بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع بعث بسؤالين، يقول في أولهما: هل يجوز الشرط الجزائي في البيع والشراء؟ فمثلا عندما يشتري شخص من شخص شيئا أو يبيع شخص إلى شخص شيئا إلى أجل محدود، فإذا تأخر عن الموعد المحدد يزيد عليه بالمبلغ، ما حكم هذا العمل؟ هذا ربا جاهلي ولا يجوز، إن المدين إذا لم يسدد الدين عند حلول الأجل يزاد عليه ويمدد في الأجل، هذا ربا جاهلي الذين يقولون إما أن
إما أن تسدد وإما أن ترضي، فيزيدون عليه مقدار الدين ويفسحون له في الأجل، والله جل وعلا حرم ذلك وتوعد عليه بأشد الوعيد. فإذا حل الأجل، إن كان المدين موسرا فإنه يجب عليه الوفاء، فإن امتنع فإنه يلزم بالوفاء، حتى ولو أدى هذا إلى أن الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله ويبيع ويسدد دينه. قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، والواجد هو الغني وليه مطلته. أما إن كان معسرا فإنه يجب إنظاره بدون زيادة. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. نعم. قد يكون هذا الشيخ في عقود البيع والشراء يعاقد على أن يبني فلة مثلا بكذا. هذا ما هو شراء، هذا استئجار. وله ذلك اشتراء؟ هذا استئجار، إذا استأجره على عمل وحدد مدة لإنجاز هذا العمل، ولكن الأجير أو المقاول تأخر، فإن كان هذا بدون تفريط منه وبغير اختياره فلا يجوز أن يعاقب لأنه معذور. أما إذا كان هذا بسبب تكاسل منه أو عدم مبالاة، فإن بعض العلماء يجيز أن يوضع عليه شرط جزائي، أنه إذا تأخر عن أداء العمل في المدة من غير عذر فإنه يخصم عليه، ما هو يزال عليه، يخصم عليه من المقاولة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سؤال آخر: عندما يقوم شخص بدفع نفقة الحج عن أحد والديه، وربما كان في هذا المال شبهة من حرام وهما لا يعلمان عنها شيئا، فهل حجهما صحيح أم لا؟ إذا كان لم يعلم أن هذا المال محرم أو أنه فيه شبهة فحجهما صحيح لعدم علمهما، وإن علم أن هذا المال محرم فحجهما صحيح أيضا، لكن مع الإثم، فيا ثماني على استعمال المال المحرم. ولكن الحج إذا أديت مناسكه على الوجه المشروع فإنه يكون صحيحا مع الإثم ووجوب التوبة إلى الله عز وجل من المال الحرام، وإن تصدق بقدر ما أنفق من المال الحرام فإن ذلك أبرأ لذمته. نعم. أو إن كان هذا الحرام يعلم صاحبه، إن كان هذا المال الحرام يعلم صاحبه وهو مأخوذ منه بغير حق وبغير طيب نفس منه، فإنه يجب رد المال عليه، وإن لم يكن يعلمه فإنه يتصدق به على محتاج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل متزوج وأريد أن أتزوج امرأة أخرى، وأن يكون الزواج الآخر مختصرا سريا يحضره المألون، واثنان من زملائي يشهدون في عقد الزواج ولا يعرف عنه أهلي وأقربائي شيئا، فهل هذا الزواج جائز وبماذا توجهني؟ إذا حصل الشهود، حصل الإعلان أو حصل نوع من الإعلان، العقد صحيح. إذا حضر شهود شاهدان على هذا العقد فقد حصل الإعلان فهو زواج صحيح. ولكن الأفضل والأكمل أن يعلن إعلانا تاما، وأن يضرب عليه بالدف ويقام وليمة، هذا هو الإعلان التام للنكاح. قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إني أبلغ أهل السوق أحياناً وهم لا يلتزمون بالحجاب الشرعي ويلبسون النقاب، وآخذ منهم حق المشوار بطيب نفس منهم ورضا، هل هذا المال الذي آخذه حلال أم حرام؟ علماً أني إذا لم أوصلهم فسوف يقوم السائق أو السائق الأجنبي قصد في الشارع بذلك، وأنا أخشى هذا الأمر وليس لي عليهم سلطة، أفيدوني جزاكم الله خيراً. أولاً ما ندري كيف يأخذ حق المشوار وهم أهله يجب عليه أنه يقوم بما يحتاجون بدون أن يأخذ عليهم شيئا، وثانيا كيف أن أهله يخرجون عن الحشمة ولا يستطيع منعهم وهم أهله، له السلطة عليهم وله القدرة عليهم بأن يمنعهم من ترك الحجاب وأن يلزمهم بالحجاب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فله السلطة وله القدرة على أهله، فلا يتركهم يتمردون على أمر الله سبحانه وتعالى ويخرجون بدون حجاب أو بحجاب غير ساتر، لأنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يكون بنتاً صغيراً الشيخ هو اللي يأخذ الأجرة بالعادة، صغير في الأسرة يعني يبلغ أمه وأخواته. الصغير غير مكلف، كما بلغ هو غير مكلف، وبالتالي ما يمكن من قيادة السيارة وهو صغير، بما في ذلك من الخطر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
عليكم. أحبتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.